قال مواطنون بمدينة الحوطة محافظة لحج إن شللا تاما أصيبت به الحركة التجارية وأغلقت المرافق الحكومية بعد امتناع الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم في مدينة الحوطة بلحج صباح اليوم. وعزى سكان محليون هذا الإجراء إلى الاستجابة التي حظيت به دعوة أطلقتها اللجنة المؤقتة للتصعيد الميداني الجنوبي الداعية إلى تنفيذ عصيان مدني في مختلف محافظات الجنوب في إطار ما يوصف بالتصعيد السلمي للجنوبيين الذين يطالبون بحق تقرير المصير.